جديد اهل مصر في كل مكان. انا مثلا معكم عايزه متابعين سيدي ابو كبير ميديا. احنا النهارده معانا اول ظهور لسيد لوالده سيد فاووس قطره طفلها ووالده سعد الاتفتر. هو كان عنده 6 سنوات. طبعا هنحكي التفاصيل، مش هنحكي تفاصيل مثيره جدا ولاول مره تحصل. طبعا احنا معانا والدتها وهتحكي كل التفاصيل اللي حصلت مع بنتها هناء. وليه حضرتك بنتها كلميني عن هناء وعن حياه هناء كانت ازاي وعن ولادك اللي هم كانوا تعبانين. تقولي ايه؟ احنا عايزين نسمع من حضرتك النهارده. اتكلمي عن هناء. وضحي الحقيقه يا جماعه. اتكلمي قولي لنا. انا كنت زي ما انت يعني الكلام اللي قلته لي. هناء ليها اخوات تعبانين نفسيا غيرها؟ احنا سمعنا كده. الكلام ده حقيقي؟ ايوه. كانوا ثلاثة بقى. هناء بقى كانت تتعامل معاكي ازاي؟ هناء كانت بتتعامل ازاي في البيت؟ هي مش كانت تسمع الكلام كده و ماشي كلام ده. سمعنا انها كانت بتقول لعمها بتسمع كلامه اكتر منك ومن اخوك. ايه يا عم احمد؟ ليه بقى؟ ايه السبب؟ عشان بتخاف منه. كانت بتخاف من عمها. مش كانت تسمع؟ احترام. مش اديت احترامك ليه؟ هي معاكي انت فاقول وقلبك اكيد بيحبها. طب يا جماعه يا جماعه مش عايزه تقعد معانا عشان اولاد خال الواد مش يلقوه مش يضربوه. ايوه قولي بقى يا حاجه. بيقول ان هي كانت بتتعامل مع الولد معامله كويسه جدا وكانت بتحبه وكانت بتخاف عليه. الكلام ده قولي لي معاملتها مع ابنها كانت ازاي وازاي كانت بتعامله بالحب ده وبتعمل فيه كده. والله العظيم كان بتحبه زياده عن اللزوم. ايوه ايه اللي فيه؟ طب ايه حكايه الحفره اللي هي حفرتها وقالت لي زينب جارتها تدفنها فيها هي وسعد؟ ايوه ليه بقى؟ ليه طب ده يؤكد ان هي تعبانه ولا سليمه؟ بتقول انا زهقان. بتقول انا زهقان وعايزه اخد زهقانه. من مين؟ من جوزها؟ اه كان في ضغوط ضغط احداهم. قولي لي جوزها كان بيعمل معاها ايه؟ بيتعامل معاها ازاي؟ بيتعامل معاها ازاي؟ زوجها كان اهانه وضربه. قلت لي دلوقتي ان هو قال لها ملابسها وكده وصورها. اللي انت بتقوله ولادك وانت يا مهناء. بصي يا مهناء قولي لنا. قولي لنا هناء. هناء هناء لما كانت بتتعامل معاكي كانت بتتعامل معاكي ازاي؟ محمد كان بيتعامل معاها ازاي؟ انا عايزاكي تتكلمي في النقطه دي. جوزها طلاق كان بيتعامل معاها ازاي؟ اهله كان لما بيجوا بيحبدوه عليها بيسخنوه عليها. كان بيعمل معاها ايه بقى؟ بينزل وفيه ضرب على راس. تمام. بيضرب ومش عارفه تقول. امال ايه حكايه تصويرها من غير ملابسها دي؟ هو كان متعود كانت هي قاعده فعلا في اوضه مهجوره لوحدها هي والولد. وقالوا ان الاوضه دي يعني كانت فيها عفاريت او الجيران قالوا كده. كنا بنسمعها صوت لوحدها. الجيران قالوا لنا كده لما رحنا صورنا ايام الحجز. ايوه هي كان المرة بتصوت كده. يعني هي كانت بتسجل في الشارع وتصوت كده مع نفسها. لا بقى كان بتصوت عشان حد من حدا لط عيله بتطلعها زعق ليه. بتخاف على الولد. هي كانت بتقول اي حد كان بيلط سعد ابنها هتفضل تزعق وتقول انا مش هسيبك لغير لو ايه. عمرها عانت قبل كده؟ حد راحت مستشفى او تعبت او كانت راحت لدكتور قبل كده؟ لا انت بتفسري بايه اللي هي عملته يا حاج؟ قولي لنا يا حاج. طب بصي يا مهناء. قولي لنا اخواتها تعبانين ازاي؟ التعب اللي عندهم اخواتها؟ انت قلت لنا قبل التصوير ان كان ليها اخ ومات او اخته وماتت. قولي لنا كانوا عايزين رباط. كان عندهم دمور راس لكن مش نفس دمور في المخ. طب قولي لي زوجك اتوفى امتى يا مهناء؟ زوجك اتوفى امتى؟ لها 5 سنين. 5 سنين يعني كان حاضر هناء مع زوجها؟ كان حاضر خلافات هناء مع زوجها؟ وهي كانت بتقول بدي اطلع. هناء عانت قبل كده من اي مشاكل نفسيه؟ يا حاجه ما تضحكيش. خلي بالك. بصي هناء عانت قبل كده من اي مشاكل نفسيه؟ كانت بتعاني قبل كده من اي مشاكل نفسيه؟ هي خايفه يعني كانت تعبانه ايام ما كانت متجوزه؟ كانت مريضه. قلت لي واحنا كانت تعبانه ايام ما كانت متجوزه؟ كلميني عن التعب شويه. ما قلت لك حاجه في التليفونات يا جماعه. بالراحه يا امي. ام هناء انت شايفه ان هناء تعبانه نفسيا؟ عشان نجسد ايوه. هي مش طبيعيه. مش طبيعيه بقى لها قد ايه يا مهناء؟ مره يعني هي من قبل ما تعمل كده في ابنها كنت شايفاها ان هي عليها علامات ان هي مش طبيعيه؟ انت مش حاولت انك تعالجيها يا مهناء؟ ما كانش بتعمل حاجه. كانت بتصوت كتير فعلا هي؟ كانت بتعمل ايه؟ ايه اللي كان بيبان عليها؟ بيبان عليها ان هي مش عايزه حد يقول لها حاجه. مش عايزه حد يمشي كلامه عليها غير عمها.
بتحب ابنها يا حاجة؟ كانت بتحب ابنها الله يرحمه؟ كانت بتحبه وبتخاف عليه؟ بتحب يساعد احكي لنا بقى عن حبالي سيبوها تقول حبه زيادة عن اللزوم خالص خالص. طب البيت المهجور اللي هي عاشت فيه ده أثر على نفسيتها؟ البيت المهجور اللي عاشت فيه أكتر من سنة أثر؟ لا بس ما مش يأثر بكده أثر. انتوا كنتوا لسه سايبينها قاعدة لوحدها في بيت مهجور؟ هي مش هي أنا عايزة مش عايزة أقعد عشان العيال مش ينقطوا. إيه يما؟ يعني هي قاعدة في بيت مهجور خوف على خوف على ابنها؟ أنا وهي كم عيل ولا كم بنت؟ عندك كم عيل يا ست الكل؟ عندك كم عيل؟ ما أنت كان عندك عيل واحد يعني كانوا عندك كم كده؟ أنا كنت عايزة أنومها في حضني يا جماعة. عندك كم عيل يا حاج؟ كم ولد غير؟ كم ولد وكم بنت غير؟ ليه معاك واحدة واحدة يا جماعة عشان الست تجاوب؟ ليه ما كانتش حابة تقعد معاكي في آخر حياتي؟ إيه الدافع إن هي مش عايزة تقعد معايا؟ عشان أولاد خالها ما يلطوش أولاد أخوها مش ينطوا قبلها. طب ده أولاد أخوها يعني أكيد زي ابنها. هي ليه كانت مش عايزة كانت بتخاف ليه؟ كانت بتخاف ليه من حاجة ده حاجة ما مش تنتشها من إيده وتقولي ما تاكلش من إيد حد حاجة. يعني نقدر نقول عليه إن هي تقول لك أنا تعبانة ومعمول لي عمل. كنت انت بتعملي ايه؟ بتقول لها ايه؟ بتروحي معاها للمشايخ ولا كنت بتعملي ايه؟ لا لا ما انا بروحش ولا اعمل مشايخ. هي كانت قدام المحكمه وقالت انا رحت قبل كده للشيخ والشيخ ده هو اللي يعلم ربنا بدل ما مش ما مشيتش يعني هي ما كانتش بتحكي لك بتقول لك انها بتروح لمشايخ؟ اتكلمت مع هناء وهي في المحبس بتاعها؟ اتكلمت مع هناء وهي في المحبس بتاعها؟ اه قالت لك ايه قلت لها ايه؟ قلنا يا غلطه ايه؟ قلنا غلطة. اه وانت قلت لها ايه؟ يا امي معلش. قلنا لها ليه كده يعني؟ يعني هي كانت واقعة اللي هي عملته يا حاجة؟ قولي لي انت على امر انت كنت مع عمها لما رحتوا انت كنت مع عمها لما رحتوا بيتها؟ طب لما رحتي بيتها وشفتي ابنها ميت ومتقطع انت كنت موجودة ولا عمها بس؟ طب هي معمول لها اعمال انت فعلا؟ بصي حاجة لما شفتي سعد في الوضع اللي عمها عامله لها اعمال يا حاجة الكلام ده حقيقي؟ لما خلص بصي يا مهنيه مرات عمها كانت بتعمل لها اعمالها وكانت بتكرهها يا حاجة وكانت متبرده بشكل عام مش عارف انت لما دخلتي على هناء يوم الحادثه قالت لك ايه؟ كنت بتشوفي هناء كل وقت قد ايه؟ يعني كنت بتروح عندها كل يوم؟ طب يا جماعه نديها فرصه تجاوب سؤال سهل نديها فرصه تجاوب عايزه تقولي شوفي احسن نفسينا بنتي عملت كده في بنها هي تعبانه تعبانه تروح فين يعني؟ لا مفيش البيت لا ما عملش حاجه في حاجه ولا كنا متوقعين اللحظه دي. ايوه مش كنا متوقعينها خالص لان شديد حب زاد عن اللزوم. كملي انت بقى نفسك في ايه النهارده؟ يعني انت بتقولي ان بنتك تعبانه وهي مش مدركه اللي عملته في ابنها ده صح كده؟ بتطلبي بايه لبنتك يا حاج؟ يا حاج يا جماعه حرام عليك. طب ردي علينا يعني اي واحده من دول لو جه امكم هتعملوا فيها كده؟ احنا بنساعدها خلاص يعني. بص يا حاج بص يا حاج بص يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج يعني واثنين ما يجيبونا يحطونا يا ايه يا ما بتفهموش الكلام ده؟ قولي لي الكلمه دي ولا ايه؟ ايه في ولا يا حاج ما تخليش حد خالص مين اصلا كمالك اصلا متابعين معانا متابعين زي ما احنا متابعين معانا متابعين غير ميديا احنا كنا معاكم النهارده اول ظهور لوالده هناء ربنا عم محمد دي خلاص يعني هي حاله مأساويه جدا.